بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، ودافي على جنوب سيناء. إنما بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومتوقع النهاردة كمان أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وده هيكون على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على السواحل الشمالية، وهتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وبرضه هيكون على فترات متقطعة، والرياح دي كمان هي اللي هتزود الإحساس بالبرودة في الجو. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس والمنخفض الجوي مكمل معانا لحد إمتى؟ هو طبعا اليوم هيكون في استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، لأن في طبقات الجو العليا هيكون في امتداد لمرتفع جوي، يمكن المنخفض الجوي بدأ يتحرك باتجاه الشرق أكثر، وفي مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لكن ما زالت مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، الكتل دي منخفضة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، فهيستمر معنا انخفاض قيم درجات الحرارة اللي تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي درجة لدرجتين، لأن العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار متوقع أن هي تكون 18 درجة مئوية، فبالتالي طقس فترة النهار طقس شتوي مائل للبرودة على محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، طقس مائل للدفء على المحافظات الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده خلال فترات النهار مع استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير. فترات الليل طبعا مع غياب أشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، مع طول فترة الليل الانخفاض ده بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، الأوقات دي اللي بنسجل فيها أقل درجة حرارة على مدار اليوم كله، واللي بتوصل ما بين 10 وال 12 درجة مئوية على المحافظات الشمالية، ما بين الخمس والست درجات على محافظات شمال الصعيد، أقل من 5 درجات في وسط سيناء، فبالتالي أجواء فترة الليل وخاصة في فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، توصل أحيانا لحد الصقيع، يعني قيم درجات الحرارة أقل من 5 درجات، وبيتكون على المزروعات الموجودة في شمال الصعيد، محافظة الوادي الجديد، بعض المناطق من وسط سيناء. كمان طبعا اليوم متوقع أن كميات الأمطار تكون أقل من اللي احنا شاهدناها أمس أو أول أمس، هتقل وجود السحب بشكل كبير في مناطق الجمهورية المختلفة، وتكون الأمطار موجودة فقط على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وهتكون في مجملها أمطار خفيفة ممكن تكون متوسطة في بعض الأماكن، يعني أقل من الأمطار اللي احنا شاهدناها بالأمس على المحافظات المختلفة، وهتنحصر زي ما قلنا في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. كمان اليوم أيضا سرعات الرياح هتهدأ عن الأيام الماضية، الأيام الماضية كان في نشاط رياح قوي، يمكن كمان أدى لاضطراب الملاحة البحرية، بس النهاردة بالرمال والأتربة هيكون محمل بالرمال والأتربة في المناطق الغربية، يعني مش في باقي مناطق الجمهورية، فقط في أقصى غرب البلاد، يعني مطروح والسلوم وسيوة، المناطق الغربية ممكن يكون فيها بعض الأتربة والرمال المثارة. طب دي هتأثر على الرؤية الأفقية؟ ممكن طبعا الأتربة والرمال المثارة تأثر على الرؤية الأفقية، لكن بس بنأكد أن هي مش في محافظات الجمهورية المختلفة، هو فقط في محافظة مطروح. الأتربة والرمال المثارة ممكن طبعا تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، كمان نشاط رياح ممكن يؤدي مزيد من الإحساس بالبرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة، لكن متوقع من بكرة السبت إن شاء الله أن يحصل تاني تأثير للمنخفض الجوي للطبقات الجو العليا، فتعود تاني كميات الأمطار في الزيادة على المناطق الساحلية، يعني بكرة إن شاء الله متوقع تأثرنا بامتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، فهتكون في أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على بعض المناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، كميتها هتكون أقل في السواحل الشمالية الشرقية، أمطار خفيفة على المحافظات الداخلية. كمان بكرة إن شاء الله متوقع أن نشاط الرياح يكون مثير للرمال والأتربة،
في معظم محافظات الجمهوريه، يعني هيبقى في بكره اتربه ورمال مطاره في محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، السواحل الشماليه الشرقيه، مدن القناه، مع طبعا وجود يعني انخفاض في قيم درجات الحراره وكمان اضطراب ملاحه بحريه على مسطح البحر المتوسط. فالتقلبات الجويه هتعود مره اخرى السبت والحد في معظم محافظات الجمهوريه، فعشان كده احنا هناكد على كل الساده المواطنين مهم جدا ناخد بالنا، لازم نتابع النشرات الجويه ونعرف ايه الظواهر الجويه المختلفه. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه بكره ان شاء الله لو احنا خارجين يبقى لازم نرتدي الكمامات. وطبعا درجات الحراره يعني هتظل في الانخفاض فترات النهار او فترات الليل، وخاصه فترات الليل المتاخر والصباح الباكر، فمهم جدا ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خاصه فتره الصباح الباكر او فترات الليل المتاخر. دكتور، هل الظواهر دي مشهور بيها قوي يعني الفتره بتاعت طوبه، انه يبقى في انخفاض شديد في درجات الحراره، في رياح مثيره للرمال والاتربه وامطار، ولا دي علشان المنخفض الجوي اللي احنا ممكن نتعرض له على مدار كذا يوم؟ هو طبعا شهر طوبة معروف ان هو من ضمن الاشهر اللي بيبقى فيها انخفاض شديد في درجات الحرارة، معروف يعني ليه حتى في الامثال الشعبية معروف ان هو من ضمن الاشهر اللي فيها برودة شديدة، وكمان شهر يناير، لان كمان يناير يعتبر ذروة فصل الشتاء، فطبيعي جدا ان احنا نشوف انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة. يمكن احنا بنقول ان الانخفاض ده يعني حول المعدلات او اقل من المعدلات بحاجة بسيطة، لكن طبيعي ان احنا نشوف كمان مزيد من الانخفاض. طبيعي ان احنا نشوف الامطار لان احنا في فصل الشتاء، فالامطار بتبقى كل اسبوع موجوده معانا وخاصه في المحافظات الشماليه. في بعض الاحيان بيكون نشاط رياح عامل مهم جدا في احساسنا بالبروده، احيانا بيكون موجود ممكن يكون مع اتربه ورمال مطاره او لا، زي اللي هيحصل معانا السبت والحد ان شاء الله. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 18 والصغرى 11، العاصمه الاداريه 18 10، اسكندريه 18 11، والعلمين الجديده 17 10، مطروح 17 10، ودمياط 18 11، بورسعيد 19 12، واسماعيليه 18 11. تعالوا نروح لسويس العظمى فيها 18 والصغرى 11، العريش 19 8، كاترين 12 2، طابة 18 11، حلايب 23 18، شلاتين 25 20، شرم الشيخ 23 15، والغردقة 23 15. الفيوم العظمى فيها 18 والصغرى 8، بني سويف 19 8، الوادي الجديد 21 6، أسيوط 18 5، سوهاج 19 9، قنا 20 9، الأقصر 21 9، وأخيرا أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 9. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لهبة ومحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك لمياء.